بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات الثانوية العامة، أهلا بيكم. النهاردة هناخد مع بعض نموذج تجريبي مهم جدا. الجزء ده هعمل لك مراجعة كده سريعة أفكرك بالرموز تمهيدا واستعدادا لامتحان النهائي الثانويه العامه. والامتحان ده كله فايدته الوزاره عاملاها عشان توريك طريقه الاسئله وتعرفك ان هي مش حاجه جايه من بره المنهج، والاسئله كلها من داخل المنهج. تابع معايا الامتحان بالحلول. هديك بس ايه الفيديو ده على السريع عشان تشوف الامتحان، وفي وقت لاحق هنعمل بث مباشر عشان نحاول اوريك الحلول التفصيليه لهذا النموذج. شوف معانا الاسئله واعرف نظام الاسئله جاي ازاي. وطبعا مفيش اسئله فيها غموض كبير ولا اي حاجه، كلها اسئله محتاجه تفكير بسيط وموجوده في المدرسه والوزاره. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في اسئله مهمه من بنك المعرفه هنحل مع بعض عشان يكون تدريب ليك على امتحان الثانويه العامه في الكيمياء، ماده الكيمياء في الايام المقبله. وخلاص هانت الامتحانات قربت، تابع معايا وشوف حل الامتحان واحدة واحدة. ماشي، هنبدأ دلوقتي نشوف ازاي نحل الامتحان. طبعا الامتحان ده محطوط بطريقة بحيث ان انت الاجابة تجيلك بمجرد ما تدوس ارسال، فانت وطبعا الاسئلة موضوعة بطريقة عشوائية على سن انت تتعود على النظام ده. زي امتحان اخر السنة بالظبط. السؤال الاول في تجربة في صندوق الوصف. هنسيب لك اختبار تجريبي الكتروني عشان برضه تتعود على حل الخطوات الالكترونيه. وطبعا ده كان بدايه ده هتابع معايا طبعا الفيديو القادم. ودلوقتي بقى فاصل ونواصل، ركز معايا وتابع. الحلول هديك بس الفيديو ده
على السريع عشان تشوف الامتحان، وفي وقت لاحق هنعمل بث مباشر عشان نحاول اوريك الحلول التفصيليه لهذا النموذج. شوف معانا الاسئله واعرف نظام الاسئله جاي ازاي. وطبعا مفيش اسئله فيها غموض كبير ولا اي حاجه، كلها اسئله محتاجه تفكير بسيط موجوده في المدرسه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهم حاجه بس تخليك في بيتك ونفذ التعليمات لحد ما ان شاء الله ربنا يزيح هذا الهم عن مصر وعن العالم كله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودلوقتي بقى فاصل ونواصل، ركز معايا وتابع. هقدم لكم النهارده بعض النماذج التجريبيه على الكيمياء العضويه، وبعض برضو الاسئله على الكيمياء غير العضويه، نماذج تجريبيه الكترونيه عشان تحاول تتدرب وتجتاز الامتحانات الالكترونيه التجريبيه اللي عملها الوزاره الفتره اللي جايه، وفي نفس الوقت تراجع على المقرر. هوريك طريقه الحل للنموذج الالكتروني، ازاي تكتب الايميل بتاعك لو جالك امتحان الكتروني، وتتابع الحل. ولما تغلط اللي بيحصل هوريك ان النموذج ممكن يقول لك ان هي الاجابه الصح هي عشان برضه تتعلم من اخطائك. فانت تتابع معايا طريقه الحل
تدريجيا، وفي نماذج محلوله هتشوفها برضو. ده كله هيديك خبره عشان لما تواجه الامتحان النهائي للثانويه العامه تبقى انت مريت بتجارب كتير في حل الاسئله المتنوعه سواء في الكيمياء العضويه او الغير عضويه. وتابعني باستمرار وانا همدك بامتحانات، وكل ما تحل امتحان الكتروني اكتر هتلاقي العمليه بقت سهله جدا. وشكرا استاذ اشرف العيدي. ودلوقتي بقى فاصل ونواصل، ركز معايا وتابع. السؤال رقم 16 بزيادة تخفيف الهرمونات تزيد درجة تفوق الفا غير التحسين. طبعا ده قانون استهلاك توصيل مؤصيل مطعم المغنيسيوم. طبعا هنا على قدر الرغم ثاني اكسيد الكربون في كل من الماء بتوع لعبة الشمس. طبعا ثاني اكسيد الكربون عندي يبقى اللون هيبقى احمر لما اضيف راس كربونات الكالسيوم. كربونات الكالسيوم بعد كده بقى ايه انت خلاص عاوز تعرف اجابتك بتراجع الاسئله مره ثانيه على السريع تشوف اجابتك واحده واحده ما تتسرعش في الاجابه يعني في حاجه عاوز تتاكد منها برضه تعمل تراجع عندك تتاكد من الكتاب وبعد كده بقى ايه تطلع ربنا هنا بالنسبه لي في البيت المشهد اللي عاوز تأجلها بكباتش بالشكل ده خلصها واعرف بعد كده ايه نتيجتك واعرف اخطائك بحيث ان انت ما تضيعش وقت كتير في الامتحانات دي علشان انت عندك وقت كتير اكتر تفكر ان انت بتطلع طبعا النموذج بتاعتي الجديده السريعه. وطبعا انت لقيت عندك اخطاء اقترح اخطائك لك الاخطاء اعرف اخطائك وحاول تعيد الامتحان مره ثانيه لو عندك اخطاء في الوقت اللاحق. لو ما عندكش اخطاء يبقى انت كده تمام. تابع حل الامتحان باستمرار كل يوم تقريبا هنزل لك امتحان بس انت ايه اهم حاجه ركز كويس ونظم وقتك علشان اهم حاجه تنظيم الوقت في هذه الفتره. والطالب اللي يقدر ينظم افكاره ووقته هو اللي هيحصل على الدرجات. وبنتمنى ليك ان انت تكون استفدت من هذا النموذج وتابعني غدا الفتره القادمه حتى الامتحانات بدايه الامتحانات كل يوم نموذج شامل. ودلوقتي بقى فاصل ونواصل، ركز معايا وتابع.
طب بص نايك ده ما بيجيش. بص طب قلبك.